مشاكل بيجوا بعد التقاعد؟ يمكن بصير اذا ضلوا قاعد الزلمه بصير مشاكل. شو لازم يعني؟ يروح يدور على شغل ثاني. بيضل يشتغل طول عمره؟ احسن ايش؟ كيف؟ يشتغل. لو يجي عندك واحد متقاعد تشغله؟ مشي للمحل، انا شغيل. الله يعافيك. الحمد لله. بعد التقاعد بتزيد المشاكل بالبيوت ولا لا؟ اكيد. ليش؟ لانه طبعا الزلمه قاعد في البيت وكثير مشاكل، الزلمه ما له عاده في البيت دائما. يعني الزلمه المشكلجي ولا المراه؟ ايش؟ صح مشكلجي. صراحة ما أقدر أفيدك في النقطة دي. ليه؟ شكلك بتخاف. بعد التقاعد بتزيد المشاكل بالبيت. يا زلمة الله يسامحك، ليش؟ أنا شو حكيت؟ الله يسامحنا كلنا. الله يسامحك، يعني ما فيش مشاكل، ليش بعد التقاعد؟ بسمع إنه دائما بس يتقاعد الزلمة ويصير بالدار بتزيد المشاكل وتولع. لا ولا منه الحكي كله هذا. لو كان منه في منه الحكي هذا، الحق على الزلمة ولا على المرأة؟ والله لا الله أعلم فيها، حسب الوضع اللي هو فيه. أنت برأيك؟ والله انا الحمد لله مبسوط. الله يرضى عليك. الله يسلمك. طبعا. ليش طبعا؟ لان الزلمة بقعد في البيت. طيب هو السبب ولا السيد السبب؟ والله لا هو بكون السبب. هو بكون السبب. شو رايك؟ والله ما مين السبب بكون بالمشاكل لما يتقاعد الزلمة ويقعد بالبيت؟ السبب بدقق على الطالعة والفايتة. ايوه. وبدقق على شغلات صغيرة بيخترع النكد. زي قبل الفطور برمضان. ايوه هاي هي. سؤال كالتالي، بيحكي لك بعد التقاعد بتزيد المشاكل بالبيت صح؟ لا ما اظن. لا اذا كان الواحد يعني عنده وقت ثاني يمليه بالعباده وبالهذا ما اظن يكون في عنده وقت للمشاكل، يعني لان المشاكل تجي من الفراغ، فاذا كان في فراغ اكيد راح يكون في مشاكل. فالمتقاعد اساسا بوصل لمرحله ما بعد الخمسين، فكده المرحله بتكون مرحله ذهبيه عند الانسان. فيعني النبي عليه الصلاه والسلام يعني كان بعد الأربعين يعني إجا بالدعوة، وبعد الخمسين فتح كثير بلاد المسلمين. فلذلك يعني ما أظن يكون في مشاكل، لكن اللي 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 عقله خربان يعني أكيد رح يسوي مشاكل. أنا المتعود يعني. طب سؤال، هسه بتحكي أنت اللي عقله خربان ممكن يسوي مشاكل، طب ليش يعني حطيناها دائما على الرجل؟ لا هلا إحنا أنت سألت متقاعد. هلا المتقاعد والمتقاعدة، المتقاعدة هي أم بالأساس يعني ما أظن تعمل مشاكل، إحنا دائما بتيجي المشكلة عند الرجل، لذلك يعني في العادة وصلنا يعني حوالي شهر في الأرض الآن قضية العنف ضد المرأة ومش عارف إيش، إحنا الآن بننادي العنف ضد الرجل معناته لازم ننادي، لأنه المرأة الآن أتوقع إنه في حق بلدنا ما شاء الله ما أخذ حقها يعني. طاض يا حاج حسن. لا أنا لست مضطهد الحمد لله، أنا يعني معتدل في البيت بشكل عام. بالتالي لما يتقاعد الزلمة؟ والله ما أعرف. تعرف إيش؟ المصاري. المصاري؟ قلة المصاري. مصاري؟ لا والله معي مصاري. معايا فلوس بس.